لكن عايز اروح لنقطه سريعا. كابتن سيد عبد الحفيظ بتصريحاته في المؤتمر الصحفي او بعد لقاء الاهلي والانتاج الحربي بدات لغه انتقاد كبيره للكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد بدور مدير الكره بيبحث عن حقوق النادي الاهلي. النهارده المباريات وتكافؤ الفرص. اتكلم النهارده في نقطه وبقول تكافؤ الفرص، لما انا لعبت في 28 يوم 10 ماتشات، النهارده انت بتريح المنافس عشان تنقل له مباراه من القاهره هيلعبها في اسكندريه علشان يلعب الماتشين بتوعه في اسكندريه. النهارده الراجل ما قالش حاجه. ده حقوق مشروعه للنادي الاهلي، هو بيبحث عنها وبوجه الضوء النهارده علشان حته تكافؤ الفرص. النقطه الثانيه يعني اللي اثارت جدل شويه، لما بقول النادي الاهلي متبقي له 9 ماتشات والمنافس متبقي له 7 ضربات جزاء. طب ما النهارده لما بنتكلم بلغه الارقام، شوف المنافس من بدايه الدوري اتحسب له كام ركله جزاء. اكبر فرقه بعد نادي المصري تحسب له ركلات جزاء. المصري 15 ضربه جزاء، نادي الزمالك 14 ضربه جزاء. في المقابل النادي الاهلي 6 ركلات جزاء بس. فالنهارده الراجل يعني ما قالش حاجه غلط. الوقت اللي كان فيه الاهلي بيلعب في افريقيا، الوقت اللي كان فيه النادي الاهلي بيلعب في بطوله كاس العالم للانديه، في مباريات عدت مرور الكرام ركلات جزاء اتاخدت بدون وجه حق. فالنهارده النادي الاهلي خلاص بقى فاضل الدوري وفاضي بقى عشان يبحث عن حقوقه اكتر، علشان دي البطوله المحببه لكل جمهور النادي الاهلي.